حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من حرب شاملة في المنطقة تزامناً مع التصعيد الذي وصفه بالخطير في لبنان. وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل لوقف التصعيد في لبنان، لكن أسوأ التوقعات توشك أن تصبح واقعاً. وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أن التصعيد في لبنان خطير ومقلق للغاية.